زياد الولد ما لابس كيلو ثلاث صب. احنا خوت هذا ما نبطل ابد ما نبطل قدام لركبه وما نبطل وين حداهم الساعة 615 من هذا اليوم انفجرت سيارة مفخخة على مديرية شرطة الحدباء وأدى الانفجار إلى إصابة عدد من يعني إصابة جرحى وكذلك استشهاد عدد من المنتسبين. يلا يلا عاود يلا يلا.